وابن ليون يبتي جرس نزنتا إن شاء الله إرقو إمام بابا حارس نرى إرقو تنقي نقول كما نرى الله وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحرمات من الأمور فاحذر المحرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة أو فاحذر محرمات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال والضلالة أهلها في النار فهمه الله تعالى إلكي سبحانه وتعالى أما سوجي سوجي كدو جنفلا ننقه الإمام رحمه الله أقباء جما وكاقباء مريتون ننقهرا التحذير من ترك السنن هم برنديا قفن الكويدي عليه الصلاة والسلام أوان السنة إنايا لا بد ورمها قوي مسكوي قوي الكويدي عليه الصلاة والسلام سنانا مسكوي قوي الكويدي عليه الصلاة والسلام سنانا أيضا ننقو حلقة نورين عملك فحذر المحرمات انك بتوى فنقو إرسي طبعا ونورا لكن طبعا فورا من تياد النبوان طبعا فورا من تياد النو المحققون إبوبو من تياد النو الورد فحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة البدع ودمونه جهي من دا أموافق دا أتنين سنو سنتنا دا بننتا فحذر نمور المحدثات من الأمور ودنسان فإن كل محدثة البدع أما وكان جيش الطبع ونكن جيدو فاحذر المحرمات من الأمور ناري. ولا كل حال إمام رحمه الله عنوانه كان جاهي ماي مدام سني ونوسي نجتي التحذير من ترك السنن وريهم برنديا إركو دي عليه الصلاة والسنة نايا وريهم برنديا دا إركو دي عليه الصلاة والسلام سنة نايا وحداث البدع دا مرام ببدع سنتنيا ودي نو إمام بالبحارك بنجم التورن عندما رشوني دا كلمات يزورا ودي نسعنيني رحمه الله وعلم نما بي أن الناس بري لم يبتدعوا بدعة إس بدعة سنت قط باصر فلا حتى تركوا من السنة مثلها باتي فوق من بدعة سنت كم من تكلينا جن السننة باتي فوق من بدعة سنت كم من تكلينا جن السننة وده إمام برحارق من قبنغا لسنة بولا يعني ما نازاتي وركور كان السننة عن بدعة أمان كان لك المسلم من بطهين بقول كنا سنة أنا بدعتي أما أنت عندك المسلم ببته إنت مثل سنتنا ترك السنة سنة أنا إهين كان تا ابتداء البدع بدع سنتنا بدع سنتنا بدع سنتين الفقع وكعبة من كواندي دان بدع سنتين أجت لازم لترك السنة سنة أنا متلازم إنه إهين كان يشرك مرة من الفقع بين كواندي يفوت متلازم حكم يشرك كان سفن شرك بدعة سنتين يان ده سنة نيان يقول شرعان وات كل كان ورانا بدعة سنتين تو أجد تلسو عم تلسو سنة هنا أتسام تلسو سنة ودي سال بريني على بوركوسي نكن بدعة كم من تكل هذا سنة نان غورا كم تكل سنة والله سنو نشيم نعرفه شيم سنو نين قات وات عكم غونا دنا بدعة دي غونا دنا بدعة دي غونا وات كان بدعة دينا كتب البدعة ترى كان مرغو بدعة وات كان ترى يونو يغو غتشو بريغا ترى يغتو تركي غو غتشو جرى اني حفظ بشرعيني يند حنكل برده يند حنغي نو كلمه كوي ايفو نو ايتي نغورا ترك الكتاب والسنه ان القران والسنه جوينا ان القران والسنه جوينا بشرعيني يند حفظ كل غوبو غير حفظ متنيتي ان القران والسنه جوينا wato kan kin bid'a ide idinge alfaga isannai sambo gate ne siji wodi no iga goida matno ite in qur'an da sunna sannai no odi habu koyi da salfa isannai sahaba yone atba'u tabi'i matni sahaba tabi'in yone inina wato kan kine idinge alfaga isannai ngai ni dangate asri kam mun gidira matno gati ifo ni da wodira in qur'an sannai na in sunna sannai na in ifo na إن السلف يسنبونا سبحان الله واتكن كنا إن التبرك المشروع
البركه تيجي وكان شريعه كان دي واتكين هون هنا اي ولا واتكين التبرك البدعيه تبرك وكانت بدعه هون صاري وني ده كان جاي ما دوديا وات كان تنين ودينا متى تبرك المشروع وكان شريعه كان ودينا ودينا تبرك المشروع وكان شريعه كان دي ودينا ودينا يا دنو التوصل توصل كان شريعة كان دواتا كان جنين إذن جاي بدعتي كل الوجنة حتى إقائل فوني هل إني كوفو إني متكان إزعيموني شيك أحمد تجاني إركو إلياني إنجا جنجي إنجا متوجه كوي إركو سبحان تعالى بأسماء الله الحسنى دي إركو ما حني دي إركو سبحان تعالى سيفي أن إنجا يابر ديفو صلاة الفاتحة ما أغلق حنن كان أتو إما سنة نان وليما حنكي شريعة دي نان بدعة سبب وراء كن صلاة ما تريغني صلاة إبراهيمية يقول إيدو دا صلاة ميفو الفاتحة لما أغلق بدعة إذن يقولوا إجلس الزنقودو والجلس الزنبرفو دين إنجا جلس عديقة فاتحة سنتي ديقة الفاتحة صلاة ما صلاة الفاتحة صلاة إبراهيمية مانغا إنفرقية باندا إفوتي سببو لما واتو كنتين إينا بدعة هو دين التلسان دي ما سننا واتكين بدعنا إذ بدع دي ودين التلساني بسنة ودين نوع إمام الرحاري رحمه الله أقباء نقمير شوان دي أقباء نقمير فهما دي لانا نقوله قال رحمه الله وعلم نما بي أن الناس بري لم يبتدعوا بدعة إمام بدعة سنتين قد تباشي فلا حتى تركوا من السنة كلينا سنة مثلها ورجل واتو عقوقين هم قران دا الفقا حد يدين بيكان بدعة نانقو خاكي دابو كيني فحذر المحرمات نادا نيسي نانقو هالك المحدثات ومورو هاي كيس انتينا من الأمور بتو مثيرا زما قلنا ما سنة نانقو فإن كل محدثة بدعة حي كل كان إسنتين كينا دنبو كويركو سبحانه لا الدينا كان سندا أصلركو الدينا كان إلكو إيدي هادي صحابة إسابي إلكو إمونو إنيغا غنان دا تقول بدعة نطاب يقول بدعة حي كل كي إنيغا إلكو سوان تلا غنان دا إلكو إيدي صحابة صحابة إسابي تقول من تكال بدعة وكل بدعة الضلالة بدعة ونقول درين والضلالة وأهلها درين دنجي وري من نجي في النار يقول رجوع ولي وافقوا دا حديثه كي إلكو عليه الصلاة والسلام ولي وافقوا دا إلكو عليه الصلاة والسلام حديثه سبحان الله ولنسي إمام الفوزان نقول هذه حكمة عظيمة وني حكمة بمبتنو إمانا الفقه سنو إمام البحاري سنو سلفة سنة يتنو نقيقا حكمة نيقا مرض هذه حكمة عظيمة حكمة بمبتنو وني وهي مافورة عن السلف حد نو كين سنبغ فن سلفة قامت إمام البحاري ننو إنما إمام البحاري جنبو مصلفين وني وسلف أن الناس بري ما أحدثوا بدعة من بدعة سنتين إلا فقدوا مثلها من السنة كما تكلي جنجة سنة لأنه الفقهاني إمام الفوضان رحمه الله حفظه الله لأنه لا تجتمع السنة والبدعة سنة دا بدعة سمرقو ننقفو إلا وتخرج إحداهما كما تكلا أفهم فتح وتخرج إحداهما الأخرى كما تكلا أفهم فكاتري سنة دا بدعة إسمرقو قد فلرة يسبرق بين فلرا كما تكل بدعة السنة كاتر إيهنكا والبين بدعة السنة أم بدعة غاري ودسبر فوين إبان قلت إمام بدعة كيركو سبحانه وتعالى بفهم أن السنة أن السنة تونين ديغا ديرا بدعة فتا بدعة كوي برفويا مو بدعة نوير كو سبحانه وتعالى تونين ديغا ديرا أن السنة ديران دي إيهنكا سمرق بين فلرا فلا يكون الإنسان عادة ميزسته مبتدعا بدعة إذا وسنية سنة سبحان الله وكم كن بري بقي مرقون قدي شرك مرار إخوان المسلمون من سنة جماعة تبلي سنة بدعة سنة سبحان الله الفقهاني حفظه الله إمام الفوزاني أني لأنه ما تكمل سبارة لا تجتمع السنة والبدعة سنة لبدعة مرقون إلا كم من تكلا وتخرج إحداهما الأخرى كم تكلا فما فكتري فلا يكون الإنسان مبتدعا آدم إذا ستي بدعي ذي وسنية لسنة بل إما أن يكون مبتدعا إما بدعي ذنو
وإما أن يكون سنية ولي من السنة جي لا يجتمعان فيه إن كاسم مرغو برارة فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى لا بد أفهم فاكتر وهذا من مضاء من مضاف البدع وين يتم بدع دوران دي مرة دوران دي كان بدع تو دي تنعر وين يتم بدع كي بدع دوران دي كاتب ورسنجنيا وهذه الحكمة المعثورة ثابتة بالتجربة حنوك بريقابة أنا حنوك بريقابة دي سيا كي قابة وشاهد دحن كم بريقو جديد غير مورا هذا هنوك مورا ودليله أنك تجد نقول أصحاب البدع دي البدع دي يبقيدون الأحديث الصحيحة حديث صحيح يقرن وبيقولون السنن يقرن مو سنة يقول لك عليه الصلاة والسنة سبحان الله ويقولون السنن وعاد عدو لهم أمتي إبرو كنت إبر سيب سيكل وأبغض إبرو كم دكر قبل سيكل كنت إبر تريب سيكل ما يسمعون أن يقال الحديث فلان إسبان جاي ما من حديث فلان ينهى أنا كذا ذي عندي قفني أجن أو يحرم كذا ولا أجن حرم لي لا يريدون إسبان أن يسمعون جاي ما الحديث حديث والسنة السنة التي تخالف ما هم عليه كان فوق سنة وكبه يوع فهذه علامة علامة على أنها لا تجتمع السنة ولا بعدها ودين علامة كان تبدا بسنة سكفال أما الذين على السنة بريكم سنة فإنه إذا سمع حديثا دبر ما حديث الرسول الله كفن الكودي عليه الصلاة والسلام فإنه يفرح بذلك أغفر النور فيضيف أمتنتم خير قم إلى خير قم لكم قادورا سنة واني كنغو أما قم نينو أما تنتم قم لكم قادورا سبحان الله وضيف علما إلى علم عن بيري تنتم كوي بيري أغفر السنة فو بيري إمي سنة فو بيري أمتنتم بيري صاحب السنة سنة كوي يفرح أغفر بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ركوي دي حديثه بينما صاحب البدعة كم من أما بدعي ذي ينفر على زرنه من أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قفل ركوي دي حديثه سي. هذا شيء واضح هنو كان بانجي في المبتدع بدعي ذي أنه يحاربون السنن ركوي دي السنة وانقنو لأنها تقضي على ما عنده من البدع السنة أقبتها كان كبرة حتى يدين قال الله وقال رسول الله إلك ويدي أصحابين ودي حكم في ذلك بدك ولا غفوا بك أوامي كي قوغزن ببند دائما بريني قال الله وقال رسول الله إلك ويدي أصحابين إلي شيء موت إلك ويدي إلك ويدي آني وكما صحابي فهم دا حيكون سدوري غلطوني وني نسي بنجي إما إسبا بريم كو وازنا جيرا ولا بريم بريم فهمان جي ولي موازارا جيرا ولي موازا تلفزانا نقول كبيدي عدو باسبا ودي أسماء السنة كان هو كيما كي قولت ذا بيفو سي ذا بينا إلكو إن الكويد يعني مرم نفلان باب نفلان نيان فلان نياجن فلان نياجن إسكر غاني إسكر سي سنة أغا بغنو أغا كانو أغا تشيرينو أغا تطبنو هنكا قو بيدع إذا كبر أو تمي بيدع ودي سنة سباة الكويد عليه الصلاة والسلام سنة ودي نو إمام فوزاني حافظ الله لكم أتو وهذا فيه التنفير ودي أغارا غاريا والزوريا من البدعة والبدعة أقول ونرى هم برديا دا غاريا قفن بدعة سبحان الله وأنها ترحل محبة السنن وترحل محبة السنن من القلوب البدعة أمصيبي أغا غارينو إلكو إدي عليه الصلاة والسلام السنة قفن برا بدعة سنة لا أعرف إنه بدعة. ما قرنا سنة، ما قرنا قال الله، ما قرنا قال الرسول الله، ما قرنا قال الصرف في لاني. إيفون نودي بدعة نودي. قال الإمام رحمه الله قوله فاحذر المحرمات من الأمور نمره حيكي حرمت المسائل لأن المحرمات لا خير فيها قم نسيرة. حرمي حرم قم نسيرة سواء محرمات الشرك. السباح الشرك أو الكفر والشفت أو المعاصي والإلقوة كتيرنو لأن الله لا يحرم شيء يكون الكويس حرم عندي وفيه خير كونكم نقوم برئيسارا إنما يحرم ما هو شر محب حنكم زاري قوم برئيسارا أو شر الرعج والقوم زار نوغ بارا إما كل زارينو وزار نوغ بارا أو شر مساوين وزار نوغ سبا
واتكل كي إيركو سبحانه وتعالى نحري حرمان دي توما تبتان دي إما زاي كونو وإما زارو نو غباكم وإما زارو غمنو نو غبارا إيركو سبحانه وتعالى سيحري حرمان دي كما تكالواتين ورينغا توكا إيركو سبحانه وتعالى حرمان دي إيركو سبحانه وتعالى مروافقان دي وكيركو سبحانه وتعالى غبارا أغي يدداغا أمي تبتان نموجين بو واتو الإمام رحمه الله هذا إيرهم بران دي غفنو حيث وقاكوين قال احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تؤود حتى تصير كبيرة وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبئ الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يضان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام نسأل الله السلام سبحان الله الإمام أبن جميل بانجن لمسهل بمبت فونانجو ونوالو كانجا حقو عمدان نانجو ولا كانجا حقو نانجو نغاتي متنغاني التحذير من البدع وريهم بران دغفن بدع سيغار واكبار هاي إبيرو دي كينا بيرو دي كينا يمكن كيو يوان إرغانا إن شاء الله خان كنغا هو كاسي كيو يوان كنغا كاسي إرغم تنوني كيو يوان كنغا كا لكن كنغا باينو موهين دي كينا بدع كل ألفاغا سنتنا متنو السنتن دا وقل متكابان دا بدع كل كن خوارجي متكن خوارجو كان بدع سنتن دا إرغم دي أسي عدل فإنك لم تعدل عدل ترجم عدل ترجم كوربان دا تكوبا كاغا صحابي وونغولا يا تشين بدع كن ما غورا يا تشين نو بدع ودي نو الفقا بن من همران نغو الفقا بدع كل ما سنتنا غنا دبت كاباندا اي بدع كن ذا سنتنا كابا تشيم نا غيما تشيمو ني كاغي ما دي سن بولاي نتا بس كان شيخ الاسلام تيمين رحمه الله بدع اذا كل سينو كم من تكلا ادي تشيم كاي نا فوق غ بدع دين تالم دا كان غنا بولاي ما تاسي اما سكد بدع كونو سنتنا غدا ما بكم بولاي ساتا amma cimo kan gwali suna wurin jama'a cimo da rana ga sabo kai da fagoda kan gani bin bid'a ta khawarije matne ne qur'ani cewa wani jingare an hannu patka jini gaba wodi ni katifo sai kan gani bore mu bid'a ta sai ya cin no qism da dan din dunya bid'a kullu kan gona insha Allah irga zikir na kai nan go kada darso kan ka insha Allah irko subhanahu wa ta'ala mi wafaka na mutabatin wa ka ba da daga mai zama sunawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.